شبه الفقرة المحببة لقلبي أنا ونورة، الأكل الجانك فود، الوجبات السريعة. النهاردة يا جماعة اليوم العالمي للرمرمة أو للوجبات السريعة. أكيد ما فيش حد فينا في حياته ما بيستغناش عن الوجبات السريعة. وانت راجع من الشغل مستعجل، عندك مشوار، مفيش وقت انت تدخل مطعم أو تروح البيت تاكل، الجو حر مش قادرة تقفي في المطبخ، فلو هتعدي على أي درايف ثرو تجيبي أكل جميل قوي مليان دهون كده كله صوصات وحاجات، تستمتعي كده وانت بتاكليه بس تندمي بعدها تقولي ايه اللي انا عملته ده، لان انت مجهود انك تنزلي الكالوريز دي كلها طبعا بتاخد منك شهور وسنين، وهي اكله ما بتاخدش 5 دقائق ده حقيقي، وبتجوع بعدها بساعة وعمايلها ما بتاخدش 5 دقائق. ايوه بالظبط، بتجوعي بعدها ما فيش يعني. مهما تحاولي من فكره او تحاول ان انت تقاوم الوجبات السريعه، اكتشفنا ان الموضوع ده زي كده اعراض انسحاب المخدرات من الجسم. هو ادمان قوي، ادمان بالظبط. احكي لي. مش هحكي بقى خلاص بينا، انا اليومين دول عندي اراده بحاول استغلها. لا حابين ان انتوا اكيد تشاركونا تقولوا لنا هل انتوا من محبين الوجبات السريعه ولا لا، وليه احنا اعتقد كمصريين بنميل قوي لفكره اكل الشوارع. مش عايزه اقول رمرمة بس هو اكل ايه، مش المصريين بس، العالم مش كله المصريين على فكرة. بس انا بحس ان احنا شعب بنحب الاكل قوي، يعني دايما اي حاجه عندنا مرتبطه بالاكل. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، اعياد، مناسبات لازم هتلاقيها مرتبطه بالاكل، خروجات معينه، هي طب هناكل ايه او هنحلي فين او هي الخروجه في... بتبقى اكل اصلا بالظبط. فاحنا بالنسبه لنا اللي هو يعني ايه هروح مكان ما فيهوش اكل، او يعني ايه هنزل اقعد مع واحده صاحبتي نشرب قهوه ونمشي، لازم ناكل كده عشان الكلام يحلو او ناكل حاجه حلوه أو بتاع. حتى على فكره لو مش قاعدين وانت ماشي في الشارع تلاقي عربيات كبده وسجق، هتلاقي عربيات حواوشي. انا بقى الموضوع ده ما بحبوش. لا بحبه بس ما يعني مش من اي مكان بصراحه، برضو نفسي ما بتجيبنيش قوي ان موضوع الكبده بالذات. تلاقي مش عارفه حواوشي دلوقتي بقى في عربيات سوشي في الشارع، مش عارفه بيعملوها ازاي حقيقي مش عارفه. نقنق بقى، شويه حمص شام، شويه دوره مشوي، تين شوكي. طول ما انت ماشي في الشارع بجد انت عينك مش هتعدي دقيقه غير لما تكون شايف حد بيبيع اكل او حد بيبيع حاجه بتتشرب او حاجه بتتخن عامه او حاجه مضره بالصحه اوقات. ففكره الاكل عندنا مسيطره علينا بطريقه رهيبه يعني. مسيطره ان احنا شعب زي ما انت قلتي بيحب الاكل، بس اكتشفت كمان انه مش بس الشعب المصري بيحب الاكل، هو العالم كله بيحب الجانك فود. مش الاطفال بس كمان، يعني انت انا زمان وانا صغيره كنت بفرح قوي بساندوتش برجر من بره اكتر بكتير من اكله في البيت. طبعا مش بس الاطفال بقى، كمان الكبار اللي هم احنا بنحاول مع الوقت ومع تقدم السن اكيد نحاول نحافظ على صحتنا وجسمنا وبشرتنا، لان كل الحاجات دي بتاثر علينا بشكل سلبي جدا. بتعمل امراض للقلب والسكر وبتجيب جلطات وكوليسترول وكوليسترول عالي وبتاثر على البشره والحاجات دي. فعشان نقدر نحافظ على صحتنا لاطول وقت ممكن بنحاول ان احنا نقاوم ونقلل الاكلات دي. فلما يجي دكتور الدايت يقول لك تليك يوم فري، ف لا مش يوم، شيت ميل، ميل بقت ميل، ما ميل بقيت يوم. مش يوم. والله انا قديمه قوي. وجبه واحده في اليوم، وجبه واحده في الاسبوع، من كل اسبوع او 10 ايام وجبه. طب فرحتيني، في شيت ميل في الاسبوع. كنت فاكره ان انا افضل كده طول حياتي. يعني لا في، فالهو بتبقى الفرحه، الله انا رايحه ارمرم، انا رايحه اكل ويعني هعمل كل حاجه غلط في الساعه دي. تفكري من قبلها بقى انا هاكل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، كله في نفس اللحظه. انت عايزه تجمعي كل الحاجات اللي انت حباها وحاسه ان انت محرومه منها علشان تستمتعي بيها، رغم انه الناس لو جربت فكره الاكل الصحي والحياه الصحيه بشكل عام وتعودت على ده فتره من الوقت، هترجع تقول هو انا ازاي كنت باكل كده، او انا ازاي كنت بعمل كده، او انا ازاي كنت مهمل في صحتي بالشكل ده، او ازاي كنت باكل مثلا في وقت متاخر، او باكل حاجات كلها مقليه او عجين او دقيق ابيض. يعني طبعا في امثله كتير قوي تقدروا ان انتوا تعرفوها. بس اقول لك على حاجه، احنا حتى واحنا صغيرين زي ما انت بتقولي انه كان فكره ان احنا هنخرج فهيجيبوا لنا الساندويتش اللي معاه اللعبه، او هنروح سينما وناكل فشار ونجيب سناكس ومش عارفه ايه الحاجات دي كلها، ما احنا ساعتها كنا بنعمل ده عشان نتبسط. فاحنا طلعنا
انه الحاجات دي هي دي اللي بتبسطنا، مش فكره تعودتي الخروجه، عليها، مش فكره ان انا رايحه سينما اتفرج على فيلم، لا انا رايحه وهجيب حاجات اكلها، حاجات انا بحبها، او مثلا انا رايحه ملاهي مثلا، ففي الكانديز وغزل البنات والحاجات دي كلها، فاحنا رايحين عشان الحاجات دي عشان نتبسط بالملاهي. فطلعنا بجد هي الخروجه مش ان انا رايحه مكان جديد، هي الخروجه في الاكله انا رايحه اكل ايه جديد او اجرب ايه. والغزل البنات اللي كنا بناكله ده واحنا صغيرين، ده سكر، ده عباره عن سكر، سكر بس كنت بتتبسطي بيه اكيد طبعا. ولحد دلوقتي لما بشوفه ولما بيبقى قدامي فرصه ان انا اجيبه اكيد بتبسط جدا. بس كمان انت قلتي حاجه برضو لفتت نظري، انه احنا واحنا صغيرين اهالينا ما كانوش بيحرمونا من الجانك فود او من الاكلات اللي هي مش كلها بيحرمونا بس مش هو الاساسي بس طبعا. كنا بناكلها. دلوقتي انا بشوف اهالي بيعودوا اولادهم من صغرهم على الهيلثي فود، على الاكل الصحي. لما تيجي مثلا واحده صاحبتها مثلا تقول لها ايه، تتعزم على ابنها بحاجه او بنتها بحاجه، لا لا هو ممنوع، انا ما باكلوش الحاجات دي، انا باكله الهيلثي فود. انا مش عارفه ده صح ولا غلط، ممكن يكون صحيا صح، لكن انا بحس ان الطفل كمان مش ياكل حاجه تضره او ياكل كل حاجه لدرجه انه يوصل للسمنه او ان هو يعني صحيا يتاثر، بس لازم الطفل يجرب كل حاجه عشان هو كده كده لما يكبر هيتحرم او هيحرم نفسه تلقائيا من الحاجات دي. لا مش شرط، بس انا اقول لك على حاجه، انا بالنسبه لي لو هو اتعود على اكل معين من وهو صغير وبالنسبه له الحاجات التانيه دي هي حاجات مش صحيه، بس ما ياكلهاش كتير يا نوره، بس يدوقها يبقى عارف طعمها. ما انت عارفه بقى فكره مكسبات الطعم اصلا اللي بتبقى في الحاجه دي هي بجد ادمان، كميه السكر اللي بتبقى محطوطه سواء في الكاتشب والصوصات الكتير والمشروبات الغازيه والحاجات دي كلها ادمان. يعني انت لو جربتيها مره وعجبتك مستحيل هتعرفي تسيطري عليها. احنا بنسيطر دلوقتي عشان شفنا مساوئها وشفنا اضرارها بدات تظهر علينا. يعني في سننا ده لما يبقى حد ضغطه بيعلى او يبقى حد عنده كوليسترول او تبقى واحده مليانه زياده عن اللزوم بسبب ان هي اكلها مش حلو او مش صحي، او واحده شعرها بيقع وضوافرها، او واحده صحتها اصلا طول الوقت تعبانه ومرهقه بالظبط. فاحنا في سننا ده وابتدينا نشوف مساوئ الوجبات السريعه دي علينا. فاعتقد انه لو كان في وعي شويه انه لا ده ممنوع، يعني ممنوع ان احنا حتى ما نجربوش، او لو جربناه خلاص يعني هي مره مش مره كل فين وفين، اعتقد انه ده الصح. انا بقى بشوف العكس، انه بقى في اهالي كتير هم بجد اولادهم معتمدين على فكره الجانك فود، اللي هو انا ابني ما بياكلش خالص، بيطلب اكل من بره، فانا بالنسبه لي عشان بس هو ياكل فانا هجيب له الاكل اللي هو بيحبه من بره عشان بس يبقى بياكل. ما هو بصي المنع الزياده عن اللزوم غلط، ولانه الطفل بيبقى اكيد بيتاثر بفكره ان هو محروم واصحابه بيعملوا كده، بيحس بحته انه هو في حاجات ما عاشهاش، فلما يكبر ممكن ينتقم بقى من الايام اللي اتمنع فيها، فيتعرض لسمنه، يتعرض لامراض كتيره جدا، لانه هيضطر ياكل ويعوض اللي اتحرم منه. وفي نفس الوقت فكره انه انا كأم او كأهل أسيب ولادي ياكلوا اللي هم عايزينه عشان بس لمجرد أنه متدلع ومش متعود على الأكل بتاع البيت أو ما بيحبوش، ده برضو ممكن يؤدي لأمراض خطيرة جدا في سن صغير للطفل. حاسة الفيصل إيه هنا؟ القدوة بالنسبة لهم. يعني لو الأهالي بياكلوا أكل صحي هتلاقيه هو طالع متعود على الأكل الصحي. بس أنا مثلا أعرف ناس صحابي هم بجد ما بياكلوش أي حاجة غير وجنبهم مشروب غازي، مشروب غازي، فلازم ابنهم اي وجبه هو بياكلها لازم بيشرب، هو طفل صغير لازم كل يوم في كل وجبه بيشرب حاجه فيها صودا. ده بيأثر بقى على هشاشه العظام وعلى السنان وعلى صحه الطفل والكالسيوم والدماغ والموز ده في مرحله النمو. ففكره الموازنه دي حلوه قوي، ان انا اوازن ما بين انه ممكن اديله شات ميل كده كل فين وفين، بس في نفس الوقت امشيه على نظام يقدر بعد كده يحافظ عليه وتبقى صحته افضل. طيب احنا معانا على التليفون اميره. ازيك يا اميره؟ اهلا نوران، اخباركم ايه؟ الحمد لله تمام. النهارده اليوم العالمي للوجبات السريعه. ايوه كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبين. هو فعلا الوجبات السريعه تستاهل يوم كده نحتفل بيه، لان هي ساعات رغم ان هي يعني انا سامعاكم وعمالين تتكلموا عن مخاطرها وكل حاجه، بس هي برضه في الاخر طعمها حلو. طبعا قولي لي بتحسي بايه وانتي رايحه كده تاكلي بيتزا جانك فود او حاجه كده؟ بيتزا هي برجر. هم اظن بيحطوا كده يعني بيعملوا كده جو كده ريحه تكييف بيبقى عالي،
والالوان كلها بتخليكي عايزه يعني تاكلي الاكل اللي موجود والصور اللي بقى موجوده على بتاعه الساندوتشات ومش عارف الريحه بتاعه الاكل كلها بتبقى عايزه بتدفعك ان انت لازم تاكلي تاكلي كتير كمان. قصدك الاعلانات والصور واللوجو وحتى في والحاجات المطعم دي بتكعتش الناس. وحتى في المطعم نفسه، المطعم نفسه اول ما تدخلي كده تحسي ان انت حتى لو هتصوري حاجه صغيره لا انت الريحه مع اللون مع المزيكا تحسي كل حاجه اللي هو بتغريكي، حتى الاكل بيبقوا حاطينه في حاجه ازاز اللي هو تبقي شايفاها. بالظبط. فكان يعني لا هو يعني هو يعني ليه مخاطر وكل حاجه، بس للاسف هو طعمه حلو بيدي كده ليه فايبس كده من واحنا صغيرين متعودين ان احنا نروح ناكل في حته بره. طيب مظبوط. اميره بما ان احنا كلنا اكيد بنحب الجانك فود، فهنلاقي امهاتنا بقى يقول لك ايه اللي انتوا بتاكلوه بره ده، انا بعمل احسن منه، هعمله في البيت، هعمله لكم في البيت. فطلع كده ترند كده على السوشيال ميديا، الشباب الصغير قال يا جماعه في حاجات او منتجات او يعني ماركات معينه ما بتتعملش في البيت وما بتطلعش حلوه زي ما احنا بنشتريها من بره. طبعا جربتي تعملي كده او مامتك فكرت تعمل لك حاجه زي كده؟ ماما على طول طول عمرها يعني عندها كده معرفش هاجس كده ان هي دايما بتعمل بيتزا احلى من بره، وده مش حقيقي، هي بتحب بيتزا بره بس هي عندها كده اصرار رهيب ان هي البيتزا بتاعتها احلى من بره. طبعا بنقول لها ماشي بنسكت. انا مره على فكره برضه جربت، انا فاكره يعني بس كنت ده زمان، جربت اعمل بيتزا برضه قلت كده اكيد تطلع مثلا في اي بيتزا يعني اي بيتزا كويسه ومعروفه يعني، وفي الاخر طبعا المحاولات فشلت لان انا استخدمت بدل ما بتاعت دي استخدمت نشا تقريبا، فطبعا ما كانتش نشفت طبعا منك. انت عارفه كمان عارفه يا اميره وانت بتتكلمي دلوقتي قعدت افكر هو ايه الاسباب اللي بتخلينا كمان نبقى عايزين ناكل كتير، لقيت انه غير الاعلانات اللي في التلفزيون انه وانت ماشيه في الشارع كل الاوت دورز اللي في الشارع كلها معظمها اكل، فانت في اللحظه دي يا جعانه يا مروحه في الطريق بتفكري هتاكلي ايه، فاول حاجه بتيجي في بالك هوبا يلا اطلب وانا في الطريق على بال ما اوصل تبقى الحاجه وصلت. دي حاجه. تاني حاجه حاسه انه بقى عندنا بلوجرز كتير قوي عن الاكل، بينزلوا فود بلوجرز، انا هنزل مطعم معين او مكان معين واقعد اجرب بقى في كميه اكلات وكلها بتبوظ وكلها بتسيح وكلها مش عارفه الشوكولاته نازله منين والجبنه بتعمل ايه والحاجات دي كلها، فانت طول الوقت بتتعرضي للاكل على السوشيال ميديا فبتحسي اللي هو انا محاطه بجد بالاكل وعايزه اروح اجرب ده واشوف ده واعمل ده، فحاسه بقى هيأثر علينا بشكل كبير قوي. اكيد ده حقيقي جدا. وبعد كده تحسي دايما الوجبات السريعه دايما بيقدموها كده ايه مع حتتي البطاطس اللي هو ايه عايزه حسيتي مثلا ان انت حدقتي مثلا وعايزه حاجه تشربيها يلا نحلي 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 حاجه ساقعه كده بتلج بقى في الحر ده بيدعموا على حاجات كتيره قوي. صح. طب ايه اطول مده قعدتي فيها من غير ما ترمرمي؟ انا فتره كده فعلا جت عليا فتره كده وقلت مش هاكل اي حاجه من بره، وقعدت مثلا حوالي شهرين كده بس في الاخر ما قدرتش. بس ولو تفتكروا كمان ساعه الكورونا قعدنا فتره برضو ما كنا خايفين بقى اي حاجه من بره فيها. صح. فقعدنا برضو شويه كده من غير ما ناكل حاجه من بره. صح. طيب قولي لي يا اميره يعني هل الموضوع اختلف زمان عن دلوقتي بالنسبه لك؟ يعني مثلا واحنا زمان ممكن الناس تبقى بتحب قوي قوي تاكل جانك فود بس لما تكبر تحاول ان هي تمشي على نظام صحي، والعكس في ناس ما كانتش بتكريف اصلا او بتشتهي الاكل بتاع بره بس لما بتكبر بيبقى عندها احساس ان هي نفسها تاكل كل حاجه من بره. هل انت عديتي بالمرحله دي وانهي احساس انت حسيتي بيه؟ هي الفتره اللي انا اول ما اتخرجت من الجامعه ما اعرفش ليه كنت باين غضبانه بقى على اكل البيت ولا ايه، كنت ده حصل لنا كلنا تقريبا. كنت بحب اكل بره كتير جدا، كان كل حتى مرتبي هو كان صغير قوي اول ما اتخرجت مضيع على الاكل. بس دلوقتي لا بدات احس لما كل ما الواحد بيكبر بيرجع تاني يحن لاكل البيت. صح. بيحس لا بيحس ان هو محتاج ان هو اكل صحي شويه، فالاكل الصحي ده بيبقى موجود في البيت اكتر. وبعدين بيحس ان هو ما بقتش يعني كلها محصله بعضها، الاكل كله تمام يعني لو هو اكل طعمه حلو مثلا ممكن اكل مره في الاسبوع ولا حاجه كل يوم. صح.
وبعدين عايزه اقول لك حاجه كمان، او موقف يعني. كان عندي حد من صحابي، هي كانت متجوزه، وكنت دايما انا كل ما اخرج معاها وانا كنت لسه ما اتجوزتش، فانا اطلب حاجات، عايزه اكل برجر وعايزه اكل بيتزا، الحاجات اللي انا ما باكلهاش في البيت، وهي الاقيها بتروح مثلا تطلب فته ولحمه، بتطلب مش عارفه فريك بايه، اكل بيتي قوي. فاقول لها انت ازاي بتطلبي اكل بيتي واحنا بره، احنا خارجين؟ تقول لي انا اشتقت للاكل ده قوي. فانا ما كنتش ببقى فاهمه، اكيد فهي ما بتعملوش، وكانت متعوده ده اللي بتاكله في بيت مامتها. فاكيد بعد شويه وقت، لو انت متعوده طول الوقت بتاكلي وجبات سريعه، تيجي بعد شويه وقت لا بتزهقي، نفسك في الاكل النظيف فعلا بتاع البيت. انا دلوقتي بقيت كده. نفسي في صينيه بطاطس مثلا وفراخ، اللي هو الاكل التقليدي جدا. طب قولي لي يا اميره، بتندمي بعد اي وجبه سريعه بتاكليها في الشارع؟ طبعا. في كمان مطاعم معينه كده، حتى مش عايزه اقول اسمها عشان ما تعتبرهاش اعلان، بس في حاجات معينه كده عشان هي مرتبطه، ريحتها مرتبطه بالطفوله بقى وبنحبها، ومعروفه مثلا ان هي بعدها بنتعب على طول، فبعد ما بقولها بتعب على طول وبندم. هو كده مصر كلها عرفتها خلاص. ومع ذلك بنفضل ناكل نفس الاكله. كان في فيديو كده مضحك ابعته لك بخصوص الموضوع ده. لو بجد المفروض يوزعوا حبيتين انتينال مع الوجبه. شكرا. شكرا يا اميره. هو والله فعلا احنا مش عارفه احنا ايه اللي غاصبنا على ده، يعني احنا في اكلات فعلا او مطاعم احنا بناكل وبتضطري لان بتحبيها، هي ليها الخلطه بتاعتها، مهما يحصل، مهما تحاولي تعمليها في البيت، مهما مامتك بتعمل اكل تحفه وبتحاول تعملها لك، عمرها ما هتوصل للمرحله دي. معرفش هم بيعملوا ايه في الاكل، بيحطوا عليه ايه، مش عارفه، بس بيبقى ليها طعم. حتى البطاطس المحمره اللي بتاكليها من بره، حتى يا ستي المشروب الغازي اللي بتجيبيه من الماشين، ايوه الماشين، غير الكان، غير الكانز اللي انت بتشتريها من السوبر ماركت بتشربيها، صح، انه هي مع الوجبه نفسها اكيد احساس بيديكي احساس تاني خالص بعد الاكل، وفي الحر وفي وعارفه اقول لك على حاجه كمان، الممنوع مرغوب طبعا. يعني طول ما انت قدامك الحاجه متاحه عمرك ما هتروحي لها، لكن طول ما احنا دكاتره واحنا نبدا نتخن فعايزين نحافظ على جسمنا، فاللي هو لا لا لا، فطول ما انت لا دي بتتقلك هتروحي للأكل، هتروحي وبزيادة، هتشتهيه جدا وهتتبسطي وهتعندي مع نفسك، صح. فيعني كل يلا سنة وانتي طيبة لله. وربنا يصبرنا ويقوينا، ربنا يقوينا فعلا. طيب فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل، بعد الفاصل زي ما قلنا لكم كده، يمكن احنا ايام بتفصلنا عن نتيجة الثانوية العامة، وطلبة كتير ما بتبقاش عارفة المفروض ادخل كلية ايه، طب انا مجموعي مش جايب الكلية دي، طب المفروض اتصرف ازاي، كل ده نعرفه بالتفصيل مع ضيفتنا اسراء جاد استشاري التوظيف بعد الفاصل.